شباب اول شيء مبروكين، مبروك التاخذ. الشغله الثانيه من هاللحظه راح نتحضر للنهايه زين. كره القدم انتهت اليوم، احتفلنا بالتاهل. من اليوم بالليل راح نحضر نفسنا للنهائيات، كل لاعب راح يحضر نفسه بالشكل المطلوب الى نهائيات اسيا. وانا اعتقد اليوم احنا قدمنا افضل مباراه لنا خلال التصفيات. لعبنا مع فريق قوي، فريق منظم، فريق يستحق انه نقول عليه فريق جيد، لكن انتم ابطال بارضهم ما بين جمهورهم، كنتوا فعلا رجال تستحقون انه تكونون لاعبين للمنتخب العراقي.